ونبلش مقطعنا يا شباب. طبعا راح يكون مقطعنا اليوم بسيط، ما راح يكون طويل، يعني ما في اخبار كثير. لانه نبلش شباب اول شيء تسريب للشقوق القادمه. مثل ما تشوف هذا اللون على الخريطه اللي قدامكم، وهذه الالوان راح تكون عباره عن تسريب لاماكن الشقوق القادمه باللعبه. وطبعا مو بس هذه الشقوق اللي راح تصير باللعبه، اتوقع يصير عددها اكثر واكثر من باب كامل من هون لنهايه السيزون السابع. وننتقل لثاني شيء معنا شباب، اللي هو تحديات يوم الحب اليوم الرابع. طبعا شباب الصوره اللي تشوفوها قدامكم هذه الثمان تحديات تسريب لتحديات يوم الحب. طبعا شباب الثمانيه هذول سربتهم قبل 4 ايام وحكيت لكم انهم راح ينزلوا. طبعا نزل 4 امس مع تحديات يوم الثالث، وباقي منهم 4 راح تنزل بعد يومين لتحديات اليوم الرابع. فهسه شباب بشرح لكم شو التحديات اللي راح تنزل بعد يومين. وطبعا شباب التحديات اللي غطيت عليهم، هذه التحديات نزلت امس مع تحديات اليوم الثالث، وهسه بشرح لكم التحديات اللي مبينه قدامكم وطبعا راح ينزلوا بعد يومين، بس ما راح يكونوا بنفس الترتيب. التحدي الاول اللي فوق يا شباب راح ينزل عندكم، يكون اخر تحدي بالرابع، تحدي الصوره يعني. هذا راح يكون المهم التحدي هذا مطلوب منك انك تدخل جيم ويموت 75 شخص وانت عايش. يعني هسه الجيم يكون فيه 100 شخص، لازم يموت 75 وانت تضلك عايش بالجيم، يعني ضل 20 شخص او ضل 19 شخص، وهيك بتكون خلصت التحدي وبنحسب لك. وننتقل للتحدي اللي بعده، مطلوب منك تدخل جيم بطور لوحه تزلج على ما اعتقد مع اصدقائك بثلاث ايام مختلفه. يعني لازم تدخل مع اصحابك بطور لوحه تزلج وتلعب معهم 3 ايام مختلفه وبتخلص هذا التحدي، وجدا سهل. التحدي اللي بعده لازم تفتح 7 صناديق اسلحه او 7 صناديق رصاص بمدينه ريس تراك او دانس كلاب. طبعا شباب اول مكان هو ريس تراك، هذا هو محل ما حطيت لكم دائره. طبعا بالنسبه للمكان الثاني انا محتار مكانين، احتمال انه يكون الديسكو انك تفتح فيه 7 صناديق، احتمال يكون الديسكو الموجود تحت القصر. تمام، فانت تنزل اي واحد فيهم وبتسوي التحدي، اذا ما انحسب تروح على الثاني. والتحدي الاخير يا شباب انك تشكر الباص باقيام مختلفه، ممكن 7 مرات ممكن 10 مرات، اتوقع 7. طبعا كيف تشكر الباص؟ بس كل عليك تكبس سهم لتحت او سهم لفوق، نسيت بصراحه، وعطو ظلك منتحر على البحر او كمل جيمك براحتك، ولازم تسويها ب7 ايام مختلفه. وننتقل لاخر شيء معنا شباب، حزمه تويتش برايم القادمه للعبه ايبكس ليجند. طبعا شباب لعبه ايبكس ليجند راح تشترك اشتراك مع تويتش برايم مثل ما سوت فورتنايت، كانت فورتنايت تشترك مع تويتش برايم وكل فتره تعطينا سكن تويتش ونجيبه بطريقه معينه. طبعا ايبكس ليجند سوت نفس الشيء، فلازم انه نشترك مع تويتش برايم ونسوي حساب نربطه بالاي اي عشان يعطونا هذه الحزمه. طبعا بالاول كنا نقدر نجيب الحزمه هذه مجانيه، لو تذكروا طريقه تويتش برايم اللي نزلتها قبل 6 اشهر، هذه الطريقه للاسف قفلوها، حتى لو حاولت اسويها على لعبه ايبكس ليجند راح تكون مقفله. فراح احاول ادور على طريقه جديده، واذا لقيت طريقه جديده راح انزلها بقناتي الثانيه قناه جيمشن، فبحط لكم رابط قناتي الثانيه بالوصف، فادخلوا على القناه واشترك فيها وتاكد انك تفعل زر الجرس حتى يوصلك اشعار المقطع اللي راح انزله بعد فتره اول ما اعرف الطريقه. وبس شباب اتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع انه ينشره بكل مكان وبكل الجروبات ومع اصحابه حتى الكل يستفيد، واتمنى انكم تستخدموا كود الدعم الجديد للقناه اللي تشوفوه قدامكم. وبس شباب بس راح اترككم مع مقطع سكواد، ويلا مشاهده ممتعه.